وصلت دابا اللجنه اللي هي ديال التواصل اللي هي ديال السيد السولي. سمعوني مزيان، هذه اللجنه لان ضوي عليها الرئيس، شوفوا المهام اللي معطيها، ثلاثه المهام جد جد مهمه. كنتمنى الاخ السولي يكون يقدر ربي على هذه اللجنه هذه. سمعوني مزيان، كاينه سيدي اللجنه، لجنه سميتو اشنو هي، لجنه التواصل هذه الاولى، وكاينه لجنه العلاقات مع المنخرطين ومع الجماهير. ف غير هادو بثلاثة الله يحسن العوان. عند التواصل بمعنى أول حاجة كيخصو يشفي الغليل ديال الجماهير الجوية في كل ما هو خبر، كل ما أخبار الفريق. ثاني حاجة كيخصو يشفي غليل الإعلام في كل ما هو خبر على الرجاء، وكتعرفوا المنابر الإعلامية وكتعرفوا الحملة اللي كدير على الرجاء، منها من يحارب الرجاء وما أكثرها، ومنها من يبحث عن الخبر ويلوم الفريق على قلة تواصله. إذن وكيخرجوا تيخرجوا تيعبروا على الغضب ديالهم. إذن هنا مهمة ماشي سهلة. والمهمة الثالثة العلاقة مع الجماهير. ملي تندوي على الجماهير بوحدها فيها ثلاثة ديال لي فولي، فيها لو فولي تاع الجماهير لا منتمية بحالي أنا كتهضر ضي الصفحة وكنغوت بوحدي، وكاين يعني 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 كاين جماهير اللي هي كتحج الملعب واللي هي تا هي راه عندها صفحات ديالها إلى آخره، وكاين الجمعيات. متفقين؟ إذن هناك طواف على الجمعيات، راه كندخل فيهم حتى الالترا، واخا الالترا ماشي جمعيه ولكن راها كتسمى تنظيم جماهيري. إذن التنظيمات الجماهيريه فيها فيها الالترات وفيها الجمعيات وما اكثر الجمعيات. إذن هادو كلهم باش تواصل معاهم، ما نساوش انه عداد فيهم هادو ضربوها بالطم، ضربوا السكات، ما بقيناش كنسمعوهم، ما بقيناش كيديروا حتى شي بلاغات الا القليل القليل اللي كنسمعو. واحد جوج ولا ثلاثه الجمعيات اللي ديال الجروبات في واتساب كنسمعهم كيهضروا، اما الجمعيات ضربوا الطم كانه الناس ما فهمتش انا هاد الناس واش واش ديك اللعبه ديال ربعي دينا نشوفوا هاد البدراوي هاد الهضره ديالته كاع فين غيوصل. ربما انا كيجيني الله بحال هكا تنشوف واش غيدير كاع من هاد التنقاس ديالو غنشوفوه. شوفوا هذا اللي كيسكت راه هكا كنفهموه، كنفهموا الصمت ديالو. اما الانسان اللي كيكون داعم خصو يدعمك دون لو مال كما تيقولوا دون لو ما تيقولها، يعني في السراء والضراء. حنا علاش كنقلبوا على الفرنساوي نمشيو ليه العربيه ديالنا، كيعاونك في السراء والضراء. سواء بحال دابا الوقيته اللي كان البدراوي دابا في داعقين الجمهور، وبغينا سيدي الله حباك وبغينا انتدابات، وفينا واش جمال لونغو واش جاتي لنا مع البحيري، واش كان واحد الضغط كبير، والسيد راه هرب راه مرض وهرب بحاله. اذا هنا علاش ما خرجاتش هذوك الجمعيات اللي هما معروفين، اللي معروفين ديال الرجاء وطاطا وديما البلاغات وزعما وكي، علاش ما خرجوش يخفوا الضغط على السيد ويطلبوا من الجماهير ان تهدأ الوضع، راه الانتدابات خدامين على الناس وتقال. هادو هما الناس اللي باغيين اصلاح الرجاء اللي كنعرفهم انا، اللي باغيين الخير الرجاء خصهم يامنوا بالمشروع، ومن يامنوا بالمشروع خصهم يدعموه ويكونوا معاه في السراء والضراء، ماشي غير حتى يبدا يلوحوا لكم الاخبار راه جاي مالونغو ولا جاي سميتو ولا فضينا مع هذا ولا التونسي فضينا مع عاد تبداو دابا حق دابا بغيتكم تخرجوا شي دوك الجمعيات. كنقول لهم انا من دابا شي ملي بانوا انتدابات قويه وداك الشيء غير ما تخرجوش، غير حشموا على اعراضكم وتخباو، ما عندنا ما ندير دوك بلاغات النفاق ديالكم. والبدراوي راه تنظن بانه راه عنده واحد الوريقه وستيلو وكيقيد شكون اللي دعمه في هذه الوقيته وشكون اللي سلخو، وشكون اللي غض النظر ذلك القوالب ديال دار راسو ما شافش. فهمتي؟ بحال واحد كيشوف واحد كيقتل في الاخر ودار راسو خرج من الزنقه الاخرى، دار راسو ما شافش، راه كيديروا عدد الجمعيات كنتمنى يسجلهم باش غدا ملي يخرج واحد يبدا يتملقوا يعرفهم باش دوزوا واش كانوا في وقت الازمه باش نتفاهم. دونك هنا كاين واحد العنصر اخر ما خصناش ننساه اللي هو تحت يعني مكلف سي سميتو تولي بالعلاقات مع اللي هو المنخرطين. المنخرطين هذه واحد لوبالي اللي جد جد مهم كما كتشوفوا حتى هما المنخرطين بحال داك الشكل اللي دويت عليه تاع الجمعيات، وكاني والله اعلم انا كاين الناس كيقولها انا ما كنبغيش نقولها، ولكن كنشك بانه الجمعيات هي وليده او خلقوها المنخرطين او العكس صحيح. هناك جمعيات اللي كتخلق باش دخل منخرطين في الرجاء بجميع الوسائل والدافع عليهم تيدخلوا. اذا هناك فايفيان ما بين المنخرطين وبين الجمعيات. فكتلاحظ بانه الوقت اللي الجمعيات كيضربوا الطم حتى المنخرطين كيضربوا الطم والعكس صحيح. يعني هناك
وهناك كذلك حتى الجماهير، حتى الجماهير بعض الجماهير كتضرب الطم، كاينين اللي معروفين صفحات كيضربوا الطم. اذا اللي مطلوب دابا من الرئيس، الرئيس انا بغيتو يفهم واحد القضيه ويدخلها، وتنظن بدا يدخلها لراسو. شي راجه غتقدر توقف غير ب 10000 متفرج مغرب لو زوينه ونقيه، تقدر توقف غير ب 10 ديال المنخرطين مغرب ليل ونقيين وزوينين. دونك خصو يعرف بان الكيان، شي الكيان اللي هو الرجاء الرياضي البيضاوي، راه هو اللي خصو يبقى، هو اللي خصو يدوم، هو اللي خصو يخدمو السي البيضاوي، وما يفكرش داكشي الاخر، ما يتسوقش داكشي الاخر، ويدير مجهوده باش يغربل داكشي الاخر. لان الرجاء راه ما يمكنش تزيد قدام الا ما تغربلاتش. الناس راه كانوا كيتسناوك في الدوره، والناس خدامين في ضدك في انتدابات، انتدابات رجويين خدامين ضد الرجاء، واش متهدفش بعض اللاعبين اللي هما قويين واللي مهمين داخلين في هذه المعمعه. دونك كنتمنى ان هاد اذا المهمه ديال السيد سولي، ربما ربما انا في العرف ديالي وانا متاكد منها، اصعب مهمه هي اللي تعطات للسيد سولي، مع تقديري واحترامي لجميع الاعضاء ديال اللجان وجميع رؤساء اللجان، ف التسولي اصعب مهمه الحاجه.